مرحبا بكم على قناتكم توريزم من موروكو، فيديو من مدينة الرباط، مدينة الأنوار، عاصمة المملكة المغربية الشريفة وأحد أهم المراكز الثقافية والاقتصادية في المغرب. نفق باب الحد أطلق مشروع إنجاز النفق الطرقي لفك الاختناق المروري في معظم شوارع الرباط، خاصة على مستوى شارع الحسن الثاني عند التقاطع مع شارع ابن تومرت. المسرح الكبير الرباط تحفة معمارية رائعة تم تصميمه من طرف العراقية زها حديد. قبل أن تغادر المعمارية العراقية الشهيرة زها حديد عالمنا بعامين، تركت بصمة لافتة في المغرب الثقافي والفني عبر إطلاق تحفة معمارية عام 2014. استمرت أشغالها لأكثر من 6 سنوات، ويتعلق الأمر ببناء المسرح الكبير في الرباط الذي يجث على ضفة نهر أبي رقراق في المنتزه الكبير، والذي يعد أكبر مسرح في أفريقيا والعالم العربي. يتخذ المسرح الجديد الذي تم افتتاحه أخيراً موقعاً مهماً في فضاء شاسع غير بعيد من موقعين معماريين هما صومعة حسان وضريح محمد الخامس. صومعة حسان أهم المعالم الثقافية والدينية والتاريخية والسياحية في المغرب، بنيت في مدينة في الفترة الواقعة بين 1799 و1890 ميلادية على الطراز الأندلسي بأمر من يعقوب المنصور، لكن توقف البناء فيها عام 1898 حيث لم يكمل بناءها أي من قادة الحكم إلى أن جاءت حكومات للحكم بعد حكم الموحدين. والهدف من بناء الصومعة آنذاك كان كحصن للموحدين وللمنافسة ولجعل الرباط مدينة كبرى، حيث تم الاهتمام بحركة الإنشاء والبناء. وفي عام 1755 ميلادية تعرضت المغرب لزلزال امتدت أثره ليشمل منطقة الرباط، مما أدى لتدمير أجزاء من المسجد واختفائه.
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.